الحال في ايه يا ابني؟ في قدرة الخالق اللي صور الجمال بالشكل ده. ونعم بالله، هو في قدرة تعلى على قدرته؟ يلا بقى، عايزك تغير هدومك علشان النهاردة انا عاملة فتة للدراويش، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. يا ام كرامات، العالم دي هتفضلي تعلفي فيها لحد امتى؟ لا يا سعد، انا مش عايزاك تغلط في حق الدراويش، دول ناس طيبين زهدوا الدنيا عشان يعبدوا ربنا. يا ام كرامات، العمل عباده والرسول وصانا على كده. عليه افضل الصلاه والسلام. مره الرسول لاحظ ان واحد في الجامع قاعد ليل ونهار، فسال واحد من الصحابه الراجل ده بياكل منين؟ فرد الصحابي وقال له اخوه هو اللي بيصرف عليه. عرف الرسول رده وقال ايه؟ قال اخوه اكرم عند الله منه. يا ام كرامات، عرفت ليه انا صممت ان اشتغل واكسب لقمتي بعرق جبيني؟ خوفي عليك من الناس يا ابني هو اللي خلاني عايزك تقعد جنبي في التكيه. يا ام كرامات، دي جنه بلا ناس ما تنداس. يا حاجه، في حاجه يا تدان؟ الخواجه موسى بيسال عن اخ سعد. خليه متلقح لغايه لما اغير هدومي. حاضر يا اخ سعد. ان جيت للحق يا ابني انا بقيت بتشائم اما الراجل ده يحط رجله في التكيه. طمني يا مكرمات، انا النبادي قطع لك رجله خالص. شوف يا موسى، اذا كنت جاي تزيد وتعيد في الحكايه اللي كلمتني عليها. يا سعد يا ابني اهدى كده، ما تبقاش حمي، الكلام اخد وعطى. معاك يا موسى، مفيش عطى ابدا، انت دايما بتاخد. طب المره دي بقى مستعدات اللي تقولوا عليه للدرجه دي؟ بقت التكايه مهمه عندك قوي يا موسى؟ عظم جدي اللي مدفون هنا ما يتنقلش بذهب العالم كله يا سعد يا ابني. اولا جدك محدش لغايه دلوقتي عارف طريق بره، من يوم ما تاه في الصحراء من الغلب اللي شافه على ايديكم. غلب؟ مين اللي قال كده؟ ده احنا كلنا مهنيين، ده انت لو هديته الجدار يبقى حتى اقول نايم اخر راحه. يبقى انت يا ابن الناس اللي عايز تهد مش عايز تبني؟ ليه يا موسى عايز تهد المحبه والسماحه اللي عاشوا فيها سكان التكيه طول عمرهم؟ ما انتوا كنتوا عايشين معانا هنا في امان الله، ايه اللي خلاكوا تهربوا من هنا؟ احنا ما هدناش الا من الظلم اللي وقع علينا يا ست كرامات. اه بس قبل ما تهربوا يا موسى سرقت دهب التكيه كله. الدهب ده حقنا، ازاي نشتري في ابونا التكيه من غير ما ناخد وبناتنا؟ الحمد لله، اديك اعترفت بعظمة لسانك انكم خدتوا حقكم. ايوه بس لازم ننفذ وصيه جدي ويتلم شملنا هنا تاني التكيه، والا اللعنه هتتحقق ونفضل مشتتين في كل مكان. اللعنه دي هتفضل وراكم وراكم لحد يوم الدين، عشان عصيتوه وفضلت انكم تبقوا عبيد للدهب بدل ما تبقوا عبيد للرحمن. لا 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 لا، افترى ده كده، ده احنا ناس نعرف ربنا كويس قوي. طب هات لي واحد في الدنيا ما يكونش اتأذى على ايديكم يا موسى. يا سعد يا ابني احنا ناس غلابه، احنا نقطه في بحر والناس اللي حوالينا غلام، ما كناش نهبش فيه ويهبشوا فينا ونفضل طول عمرنا مش لاقيين مطوى يلمنا. ما هو الله واسع يا اخي، اشمعنى التكاله اللي حطيتوا عليكم عليها بس؟ ما قلت لك يا سعد يا ابني عظم جدي مدفون هنا. هترجع تاني تقول لي عظم جدك يا موسى؟ اولا ده ما كانش جدك لوحدك، ده كان جدي وجدك وجد العالم كله، ولو العالم كله فكروا زي ما انتوا بتفكروا كده يبقى كل الناس تيجي تقعد هنا بالتكيه يا موسى. يعني خلاص يا ست كرامات، انكتب عليا انحرم حتى من زياره عظم جدي؟ اعوذ بالله يا خواجه موسى، حد في يوم من الايام منعك انك تخش التكيه؟ ما هي التكيه طول عمرها على يدك مفتوحه لكل خلق الله. ما انا لازم اهد الجدار البحري لاجل ما اتاكد ان عظم جدي مدفون هنا. يعني عايز تقلب شمسون يا موسى وتهد التكيه علي وعليك؟ ساعتها بقى يبقى دفعنا الناس ثمن تعذيبهم لينا. انت ليه بتكره الناس فيك اكتر ما هم بيكرهوك؟ الناس مهما كرهتني هيفضلوا عبيد الذهب اللي عندي. انت يا ست كرامات مش معاك حجه بتثبت ان التكيه دي بتاعتي؟ طبعا، وكل الناس تشهد بكده. بكره هتشوف ان كل الناس اللي بيكرهوني دول هيقفوا في صفي انا لما بطالب بحقي في التكيه دي. والحجه بتاعتي ابقي بالليها واشربي ميت. علينا وكمان ما بيدفعش المعلوم. انا كنت بدفع ورساكي زي الكلب، لكن اجيب لكم منين دلوقتي؟ بعدين انا الحقيقه بهجوا على ايديكم. عجبك كلام الراجل المفتري ده؟
ولا انا حد مفتري غيرك يا دكروري؟ عيب يا صباح تقولي كلام زي ده على راجل من رجاله ابوك. والله عيب ان كل واحد فيكم زي الشحط وعايزين تعيشوا سفلقه على عرق الناس الغلابه دول. صباح ارجع البيت. يابا دول طفحوا الراجل الغلبان ده الكوته. قلت لك ارجع البيت. الله ربنا يحميك يا شبابك يا اميره بنت القمره. ما بدهاش بقى دكروري، عايزك تخطف رجلك الهلباوي وتقول ان انا عايز اقابله. كلامه معلمه ولا دق دماغ؟ خليها كلام الاول، ما سمعش الكلام وفتح مخه معانا يبقى دق دماغ على طول. او كده يا معلم، كان الرجاله بقى يجروا دمهم. ايوه كفايه بقى يا ابني فشفشت عظمي. ما تسيبه يرمي لك عظمك شويه. انا ما رمش عظمي غير المكسب الفلوس. ده انت ليك عندي حته شر. وانما ايه؟ لقطه لقطه. هو بقى في حاجه لقطه؟ الناس ارتاحت. ايوه بس ما شافوش اللي شديته عليا. تعال ايه رايك نضحك على الوليه كرامات القرشين ونزحلقها هي وشويه الدراويش بتوعها للتكيه؟ انت عاوز ربنا ينزل سخط علينا؟ التكيه دي مدفون فيها اكتر من والي من اولياء الله الصالحين. ما انا كمان جدي مدفون في التكيه. جدك يا موسى صحيح انا شريكك، لكن انا وليت على الدنيا لا اعرف لك اهلي ولا اصلي. انا مش عارف انت عمال تزن على حكايه التكيه دي ليه من زمان. يا معلم هلباوي انا هون عيني لما اموت اندفن جنب جدي. يعني ادفع الشيء الفلاني واقلب التكيه قرافه عشان انت يا موسى تدفن جنب جدك؟ ما شاء الله ما اتدفنت يا اخي. انا مستعد اخلي ذهب العالم كله يترمي تحت رجليك، بس تحط ايدك في ايدي يا معلم هلباوي. ذهب العالم كله يتحط تحت رجلي يا موسى؟ فبلاش نلعب مع بعض لعبة القط والفار. أنا عارف مخك ده مودي على فين. صحيح أنا بعز الفلوس قوي، لكن ما أقدرش أمد إيدي على التكية، لا تشال ولا جرالي حاجة. إيه السلام؟ طب ما الإنجليزي يا أخويا حاطين إيديهم على التكية، ما نشالوش ليه؟ يا موسى ما تفتحش علينا أبواب جهنم، التكية دي وقف، ما ينفعش فيها لا بيع ولا شراء، والإنجليز متعهدين بحمايتها. بلاش يا موسى نكب الجاز على النار، لحسن لو ولعناها احنا دلوقتي. يا عالم مين هيقدر يطفيها بعد كده؟ هو فين؟ مستنيك في البيت. شايف القماشه دي يا بدران هتاكل من جسمي حته ازاي؟ الحشو احلى يا حسني. جبتي القماش ده منين؟ من وكاله الهلباوي. جرف عليك حاجه يا وليه؟ ازاي تكركب البنت على وكاله الهلباوي؟ وغلاوتك وغلاوتك انت يا بدران. انا ياما فطمتها وقلت لها بلاش نروح وكاله الهلباوي، لكن تعمل ايه في دماغ بنتك الناشفه؟ راسها وقالت سيف لازم تروح. لو كان الهلباوي خطفها زي ما انا خطفتك يا حسنى كان زمان دلوقتي بضرب دماغي في الحيط وبقول يا مجرمين الشفاعه. يا اخويا فضها سيره بقى، هو ما حدش خلف بنت غيرك؟ فتجوزها وتفطرها ولا عايزها تفضل قاعده جنبك كده زي البيت الوقت؟ دي بنتي وانا حر فيها، اجوزها بمزاجي وقت ما انا عايز. بس انا بقى زي الفريق ما احب الشريك. يا حسنى صباح دي بنتي الوحيده، انت ما تعرفيش معزتها عندي قد ايه. وانا ماليش معزه عندك يا بدران. انت مراتي حلالي. اهو كلام وفعلا ما فيش. اهلا وسهلا، عاش من شافك يا دكروري. كل شيء بقى وانا ومعلم هلباوي. الشاه بكى مفيش داعي يا معلم، هما كلمتين اتنين ورد غطاهم. قبل ما تنطقهم انا عندي كمان كلمتين عشان اخلص ذمتي من ربنا. انا تحت امرك يا معلم. شوف يا ابن الناس، انا هنسى انك في يوم من الايام رفعت شومتك على رجالتي، بس عاوز اسالك سؤال وخصيبك النبي لا تجاوبني بصراحه. امر يا معلم. انت مبسوط عند معلمك؟ اخر انبساط. مش عاوز تتبسط اكتر يا دكروري؟ قصدك ايه يا معلم؟ بصل بخمسه وبخمسه بصل هدفع لك قد اللي بيدفعه لك المعلم بدران مرتين. مش هتقدر يا معلم. ليه؟ هو بيدفع لك كام؟ هيدفع لي اللي محدش يقدر يدفعهولي. هيجوزني بنته. عندك حق يا دكروري. البت ما تتقلش بمال. ايه بقى يا سيدي الكلمتين اللي كنت عاوزني عشانهم؟ معلم بدران عايز يقابلك لاجل ما تاخدوا وتدوا في الكلام مع بعضيكم. تحب تقابله امتى وفين؟ يا ريت تقابلني بكره في الوكالة، لحسن قعدته وحشتني قوي. خلاص، مع رسول الله البلاد، سلام عليكم. سلام.
انت ازاي تخلي بدران ورجالته وحطوا رجليهم في الوكاله؟ حكايه الفلوس انا بسمع كلامك يا موسى، اما الفتوانه دي بقى سيبها لي. فتوانه؟ تحب ارقص لك العنبر؟ ايه؟ عروسه الحلوه ما فطرتش معايا النهارده ليه؟ اصل كان في ايدي هدمتين قلت اخلصهم. يعني الهدمتين دول اهم من الفطار مع ابوكي؟ ما تقولش كده يابا، ده انت عندي بالدنيا كلها. بس لما شفت ام عزيزه قاعده هي وعيالها عند الجامع صعب عليا قوي، قلت اعمل لهم جلابيتين. هو انا فاتحه بكيه؟ ما تلمي ايدك شويه سبوحه بقى. بس يابا رجالتك هم السبب ان ولاد ام عزيزه تيتموا. انت نسيت ان جوزها تربص له وكان عايز يقتلني؟ لو ده حصل كنت انت اللي تيتمتي. يابا الظلم بيورث الكفر. يا حصلت يا صباح انك تقولي على ابوك انه ظالم؟ ده جزاك ان انا ضيعت شبابي ما رضيتش اتجوز بعد مرحوم امك لغايه ما تكبري وتبقي عروسه؟ وانا يوماتي بشيل رقبتي على ايدي علشان مين؟ مش علشانك، عشان اسدتك واضمن مستقبلك؟ ما انت يابا حبيت تضمن مستقبل المرحوم امي، كانت النتيجه ايه؟ اندلحت على ايدين الناس اللي بيكرهوك. طب قومي اعملي لي فنجان قهوه عشان عايز اقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا معلم. امال فين عز وخليفه وابو سعود؟ راح يجيبوا بيت الرجاله يا معلم. طب ورايك؟ يا صباح يا بنتي، الفتوانه ما فيهاش يما ارحميني، يعني يا قاتل يا مقتول. ما تسيب الفتوانه يابا، ما احنا عندنا اللي يكفينا والحمد لله. تطيبوا على نياتك زي عمك المرحوم فاضل. إنه ما في حد في الحتة إلا ما يقرأ على روحه الفاتحة. بس يوم ما سابنا بوته اندبح هو ومراته. مش قادرة أصدق لحد دلوقتي إن في ناس وحوش بالشكل ده. أنت لما الشيطان بيركب دماغ واحد مننا يبقى ألعن من الشيطان نفسه. في الليلة المشؤومة دي الدم كان بيجري بحور كابوس. كابوس ما صحتش منه الا على عياط زكريا ابن اخويا. ده كان لسه بيرضى، جالهم قلب يذبحوه ازاي؟ لا لا، زكريا اتكتب له عمر جديد على ايد عبد الدايم لما حطه في الكاريتا. لكن ده كل اهل الحته بيقولوا ان زكريا ابن عم اتذبح مع ابوه وامه. لا يا صباح، الحقيقه ما يعرفهاش غير انا وعبد الدايم. الله، طب لما هو زكريا ابن عمي عايش راح فين؟ معرفش. اللي حصل ليلتها ان الحصان جري بالكاريتا بقدرة قادر، راح فين؟ الله أعلم. طب يابا لما هو زكريا ابن عمي عايش، ما دورتش عليه ليه؟ أنا ما دورتش عليه؟ ده أنا يوميها قلبت عليه الدنيا هو عبد الدايم. لحد النهاردة مش عارف لهم طريق جرة. لكن أكيد يابا ربنا انتقم من الناس الظلمة دول. أشد انتقام يا بنتي. الشيطان انشل ومات. عباس انحرق في نهر المستوى. والتالت ربنا حتي منه سهل. انت بتعيط يابا؟ صحيح انا وعمك فاضل عمرنا ما اتفقنا مع بعض، لكن ده مهما كان اخويا اخويا ابن امي وابويا. معلم بدران، رجالتك جاهزين وتحت امرك يا معلمه. جاي لك يا دكتوري. واخد رجالتك ورايح على فين يابا؟ لازم اوقف الهلباوي عند حاسه. يا مقصر الشر، مره تصوم ومره تخيل، وانت في رقبتك اتنين ولايه، ولو جرالك حاجه بعد الشر الناس هتقطعنا حتت ويرمونا للكلاب. محدش بيهرب من قضاء يا صباح يا بنتي. لا استنى يابا. شقه من السوق يا معلم نصار. شقه ايه يا حاج مبروك؟ بيقول لك بدران في توبه الجماليه جاي وجايب معاه رجالته لك لما يصفي حسابه مع الهلباوي. يبقى نقفل الورشه وناخدها من قصرها يا سعد. ما